مساء الخير، مساء الجمال، مساء الحلاوة على كل ست بتشوفنا دلوقتي. مش عاوزة أنسى الرجالة، مش هنسى، همسي برضو عليهم وهقول لهم مساء الفل، لكن بمسي أكتر على وبقول أحلى كلام لكل ست مصرية. البرنامج ده معمول مخصوص للستات الحلوة، برنامج حلو حلاوة. أهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من البرنامج اللي هنتكلم فيه عن كل ما يخص جمال الستات. جمال بشرتك، جمال شعرك، شياكتك، لبسك، ستايلك، وحلاوة قوامك، وكمان جمال روحك وشخصيتك. هيكون معانا كل حلقة متخصصين وخبراء في كل التخصصات اللي تهمك وتحرص على جمالك وحلاوتك. كل ده هيكون في برنامج واحد بيقدمهولك أربع مذيعات، برنامج حلو حلاوة. مفيش بنت ما بيهمهاش تظهر دايما بمظهر شيك، وتعرف ازاي تنسق ألوان ملابسها وتختار القطع المناسبة مع طولها ووزنها، وكمان تختار عليهم الاكسسوار المناسب. علشان كده هيكون معانا كل مرة فقرة ثابتة في البرنامج هنتكلم فيها عن كل حاجة تخص شياكتك مع خبراء ومتخصصين في مجالات الأزياء المختلفة. ومعانا النهاردة في برنامج حلو حلاوة مصممة الأزياء الجميلة الأستاذة شيماء عبده. أهلا بيكي يا أستاذة شيماء. أهلا بيكي حبيبي. نورتينا النهاردة في برنامج حلو حلاوة. تسلمي. في الأول كده عاوزة أعرف منك ألوان الصيف 2020 2021 2023. أنا رجعت بيكي سنة. بصي، الصيف ده احنا عندنا الوان كتير قوي موضه، عندنا كل الالوان الفسفوريك موضه، عندنا الليموني، عندنا الاصفر، عندنا الاخضر، الموف، تقريبا كل الالوان الفسفوريك طالع موضه السنه دي. تمام. طيب، بما اننا كده في موسم الحر بقى والمصيف، انت عارفه، فعايزاكي كده تقولي لنا عن خمس قطع اساسيه لما اجي اروح مصيف يبقى معايا شنطتي، شنطه السفر بتاعتي، اكون محضره فيها خمس قطع اساسيه. تفتكري ايه هم القطع دول؟ بصي، احنا اهم حاجه عندنا لازم يكون معانا حاجات اقطان، عشان درجه الحراره العاليه قوي دي محتاجه اقطان، فيكون معانا مثلا بنطلون اسود، بنطلون ابيض، والجينز طبعا ما فيش حد بيقدر يستغنى عنه، اكيد، والتوب. تمام. طيب، عايزاكي برضو تعرفينا كده الأقمشة المناسبة لفصل الصيف اللي احنا ممكن يعني نستعملها كتير. بصي، ممكن نستخدم كتان، فسكوز، الحاجات دي أقطان وبتبقى مريحة جدا في الصيف. وخامات كتير بقى طالعة زي السي واي، زي الشيفون، زي الكريب، خامات كتير جدا مناسبة للصيف يعني. طيب، اللبس دايما بيكون محتاج اكسسوار، يعني اكسسوارات كتيره بتظهر جمال اللبس، فتفتكري ايه انسب الانواع اللي انت مثلا بتفضليها كانواع هاديه، او يعني اكسسوار يكون هادي ولا اكسسوار يكون زحمه؟ بصي، هو بيرجع على حسب الاوتفيت اللي انا لابساه. لو انا لابسه حاجات منقوشه او فيها رسومات كتير، فباخد حاجه هاديه علشان يعني اللوك كله يبقى طالع هادي او سامبل اكتر. لو انا لابسه حاجه ساده خالص ما فيهاش الوان، بضيف عليها بقى اكسسوارز بالوان تعمل لوك اكتر او افضل ليها يعني. تمام. طيب، تفتكري كده يعني بما اننا برضو داخلين على موسم تاني اللي هو موسم الجامعه بقى وكده، اللبس اللي هو المهم للبنات في الجامعه، برضو عايزاك تقولي لي على القطع الاساسيه اللي هي بتبقى لازمه للجامعه، بتبقى على طول في الدولاب عندنا، ان احنا ممكن نعمل منها مثلا كذا اوتفيت. بصي، الدريسز طبعا البنات بتاعه الجامعه بيبقى حلو جدا، مريح في المواصلات وفي المشي عموما. والقطع الجينز بقى، بنطلونات الجينز او الجيب الجينز او الجامب سوت، الحاجات دي كلها اساسيه، وهي بقى بتعمل عليها اكتر من اوتفيت للخروج كل يوم. طيب، تفتكري كده لما تكون الجسم عندنا يكون مليان شويه، بيكون في تريكات ممكن يعني نلبسها عشان خاطر تبيننا ارفع، جسمنا مناسب، تفتكري ايه اللبس المناسب للاجسام المليانه يعني؟ بصي، هو دايما يقولك ان الجسم المليان ما يلبسه واسع، وانا مش مع ده خالص. لا، يعني الجسم المليان لو لبس واسع احنا بنموه تحديد الجسم، فما بيبانش حجم الجسم قوي. فانا بحق، وخصوصا ان احنا الموضه السنين دي بقالنا كذا سنه
لبس الواسع هو الموضة جدا يعني. اه فانا افضل لبس الواسع للاجسام المليانة. بشوف ان في يعني سيدات بتكون جسمها مليان وبتلبس مثلا البناطيل اللي هي السكيني الضيقه، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ لا طبعا انا مش مع كده خالص يعني. زي ما قلت لك اللبس الواسع بيدي مظهر افضل للجسم المليان. طيب بالنسبه للموديلات بتاعتك بتناسب اي عمر واي سن ولا بتبقى ليها سن معين او فئه معينه من الناس؟ بصي هو انا بعمل الكوليكشن يناسب كل الناس، بس اكتر انا مع يعني عايز بتارجت الست اللي هي العامله اللي بتخرج كل يوم وبتبقى كل يوم محتاجه تلبس حاجه مختلفه وفي نفس الوقت محتشمه وشيك. ده اهم حاجه بالظبط. ما شاء الله عليكي يعني لبسك ويعني علامه مميزه. ربنا يعني انا شخصيا من العشاق لبسك يعني وموديلاتك يعني. ربنا يخليك. طيب لو كده يعني حابه مثلا ان انا اروح افصل، يعني ناس كتير قوي اتجهت دلوقتي للتفصيل، تمام، تفتكري ايه القماش اللي انا ممكن اروح اجيبه ويكون مناسب ليا في التفصيل؟ وازاي يعني في بنات بتروح تشتري قماش بيتخموا في القماش وبيضحك عليهم، تفتكري ممكن تعمل ايه عشان خاطر ما يضحكش عليها في موضوع القماش؟ بصي هو يعني احنا في عندنا ثوابت زي مثلا الشيفون، زي الحرير، بتبقى على حسب انت عايزه تفصلي لايه، يعني لحاجه عاديه ليومك العادي ولا عندك مناسبه سواريه او لو او عندك حاجه معينه انت بتفصلي لها، ده اللي بيتوقف عليه اختيار القماش. ولكن احنا السوق المصري بقى فيه قماشه كتير حلوه جدا. تمام، يعني انا دلوقتي راح اشتري قماش ما تخمش ازاي انا في القماش؟ يعني لا هو ما تتخميش دي كتير. يعني هي صعبه شويه، ولكن طبعا مع الوقت بقى وانت بتشتري او بتحبي اللبس او مركزه مع اللبس لا مش هتبتدي تعرفي تفرقي بين الخامات الكويسه والخامات اللي مش كويسه. بس عموما اشهر الخامات دلوقتي الكتان، السي واي، الشيفون، الكريب حرير، الساتان، ففي خامات كتير جدا خامات كويسه. خامات كتير فعلا يعني دلوقتي بقت منتشره. بالظبط. ممكن كمان اضيف لك حاجه، يعني بما ان ده تخصصي، ان انا مثلا لما بكون عند بشتري من حد معين خلاص الراجل ده مثلا ان انا بشتري من عنده خلاص بقى ثقه بالنسبه لي. تمام. فعارفه ان هو مش هيضحك عليا في القماش، فاهمه النقطه دي؟ ايوه طبعا. لان في ناس كتير بتبيع قماش شويط، قماش بيبقى فيه ديفوهات، فممكن انت بتختبري القماشه نسيج طول وعرض وانت بتشتري القماش. بالظبط. لو هي ما اتقطعتش ما فزرتش منك بتبقى لا يعني كويسه. طيب قولي لي كده بسرعه نصيحه لكل بنت، ايه اللي المفروض يكون في دولابها اساسي بالنسبه للصيف اللي احنا فيه؟ بصي هي اهم نصيحه ان انا البنت تلبس اللي يليق عليها، يعني ما ننجرفش ورا الفاشون قوي وننسى ان كل حد ليه حاجه معينه بتليق عليه. فالاساسي طبعا في الصيف والسيزون ده الاقطان. تمام. يعني اهم حاجه كلنا دولابنا يبقى فيه حاجات اقطان عشان درجه الحراره العاليه دي. طيب تمام. احنا طبعا اتشرفنا بيكي جدا جدا ومبسوطه جدا ان انت كنتي معايا النهارده في اول حلقه من برنامج حلوه حلاوه. بشكرك جدا جدا. شكرا استاذه شيماء عبده مصممه الازياء. احنا لسه مكملين برنامجنا حلوه حلاوه مع حضراتكم، فاصل صغير وهنرجع تاني، استنوا. بتدور على مكان تدرس فيه اذاعه بس محتار من كتر الاماكن والاعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني ابسطها لك في ثلاث نقط. انت اكيد عايز تدخل المجال ده عشان اولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبه دي، وثالثا بقى واخيرا تحقق الشهره اللي بيحتاجها اي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعه لازم تختار المكان اللي هيحقق لك الثلاث حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنه بسيطه. الفرق بين 99 اف ام واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعه هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضره، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من أي خوف أو توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا أقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الأرقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في أماكن تانية كتير، وده لأن التدريب العملي محتاج إنك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم أثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى أنت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم أصلا.
بعد التدريب مش بنعمل زي الأماكن التانية وبنقول لك تعال سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص انت بقيت مذيع. لا، في 99% كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم إذاعي كامل من 12 حلقة إذاعية على راديو 99 FM، وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في إطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 FM تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزهولك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع، وبكده احنا حققنا لك التلات نقط اللي أي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين، ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 FM هيساعدك تحقق حلمك في مجال الإذاعة. بتدور على مكان تدرس فيه إذاعة بس محتار من كتر الأماكن والإعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني أبسطها لك في ثلاث نقط. انت أكيد عايز تدخل المجال ده عشان أولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي، وثالثا بقى وأخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها أي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الأماكن اللي بتقدم تدريب في الإذاعة لازم تختار المكان اللي هيحقق لك الثلاث حاجات دول مع بعض. اسمح لي أعمل لك مقارنة بسيطة. الفرق بين 99 FM وأي مكان تاني بيدي كورسات في الإذاعة هو إننا أولا بندربك بشكل عملي بالكامل من أول محاضرة، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها أثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى أي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من أي خوف أو توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا أقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الأرقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في أماكن تانية كتير، وده لأن التدريب العملي محتاج إنك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم أثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى أنت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل إيه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم أصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الأماكن التانية وبنقولك تعال سجل كام دقيقة وخد لك شهادة وكده. الستات الحلوين اهلا بيكم. طبعا مفيش واحده فينا ما يهمهاش يكون قوامها دايما مثالي، بس مشكلتنا بقى اننا شويه كسلانين وحرانين، وساعات كتير بنكون مش فاضيين ومش بنروح الجيم او حتى بنعمل تمارين فين في البيت علشان نحافظ على لياقتنا وشكل جسمنا. علشان كده فكرنا نعمل لك فقره مخصوصه في برنامجنا حلوه حلاوه، نستضيف فيها خبراء ومتخصصين يقولوا لنا ازاي نحافظ على جسمنا بدون مجهود. تفتكروا هينفع؟ هنشوف. تعالوا بينا نرحب معانا بضيفنا في اول فقره عن اللياقه في البرنامج، كابتن ايهاب البحيري. اهلا يا كابتن. أهلاً. خبير اللياقه والفيتنس وكمال الاجسام، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. خليني اسالك كده في البدايه سؤال، هو ينفع نحافظ على لياقتنا بدون مجهود؟ طبعا ينفع، باكل متوازن صحي، ومجرد ان انا امشي ويبقى من عاداتي واللايف ستايل بتاعي ان انا امشي، ده يبقى كافي يعني، ابعد عن الكرسي. تمام، حلو كده، ابعد عن الكرسي. بالظبط يا فندم. طيب خليني اسالك سؤال تاني، في شريحه كتير من البنات بتقول ان الجيم بيربي عضلات، هل ده حقيقه ولا لا؟ فعلا السؤال ده بيتكرر كتير، ده خاطئ. والدليل ان العضلات، انا لما بلعب امارس جيم وبتزداد عضلاتي بيحصل نوع من التقدم في الشكل، الجسم بيكون ممشوق، العضلات دي لما بتزيد بيتم حرق سعرات حرارية اكتر، فحضرتك بتخسي، ولو حتى زادت نسبة استهلاك سعرات حرارية، لان نسبة استهلاك سعرات حرارية بتزيد مع زيادة الوزن، يعني كل كيلو 400 جرام بيزود نسبة استهلاك السعرات الحرارية 15%، وبس نسبة الحرق بتزيد 7% حتى اثناء فتره الراحه. الحاجه الثانيه ان مهما البنت لعبت مش ممكن هتبقى زي الراجل في شكل، يعني ما نقلقش مش هنربي بادي بيلدينج وكده، لا عادي. لا اطلاقا يا فندم، بس يبقى الشكل الجسم منشوط ومشدود. بالظبط كده، باللفظ ده يكون افضل. طبعًا. طبعا طيب ايه سؤال ثاني، هل الرياضه في البيت بس تقدر تخسس ولا لازم يكون في الات في الجيم؟
طبعا لو قلنا لبعض الناس اللي هم ما عندهمش وقت ان هم يروحوا الجيم، لا نقول لهم اه ده ممكن يكون حل، بس لازم يبقى في برنامج ازاي تقدري يعني تنفذيه في البيت عن طريق تدريبات كارديو في البيت، ربط حبل مثلا، اساتك، استخدام ويتس زي دامبلز متوسط، ده ممكن اعمله في البيت. طيب ايه الفرق بين البيت والجيم؟ الجيم بيتوفر فيه مجموعه من الالات المتعدده اللي حضرتك تقدري تستخدميها، بتبقى مركزه على اكتر من زاويه في العضلات. طب خليني اقف كده في كلامك واقول لك ايه اكتر الالات اللي في الجيم اللي بتقدر تديني نتيجه افضل في التخسيس؟ طبعا لو اخترنا حاجه هتبقى الكارديو، الاجهزه الكارديو. اساسا اجهزه الكارديو دي حضرتك بتتمثل في التريد ميلز، بتتمثل في الاستيبر، بتتمثل في البايك، بتتمثل في العجل السبيننج، بتتمثل في الاليبتيكال، كل ده اجهزه كارديو. اجهزه كارديو يعني بتعتمد على الشغل القلب، تمام، ارتفاع درجة التنفس والنبض، وده يحرق سعرات حرارية اكتر. ده برضو خلينا نقول حاجة مهمة جدا ان حضرتك وانت في الجيم لو هتستخدمي اجهزة الكارديو استخدميها في الاول كوارم اب، واستخدمي اجهزة الجيم، اجهزة السترينس عشان تزود عضلاتك، وارجعي لاجهزة الكارديو اعمليها تانية، هنا هيبقى الحرق اعلى. طيب يعني معنى كلامك خلينا متفقين ان لازم جيم مع الدايت، ما ينفعش جيم بس او دايت بس، صح؟ لا لا لا، لازم الدايت مهم جدا. طيب طبعا خليني اسالك بقى سؤال برضو، احنا لما بنيجي نخس ايه اكتر الاماكن اللي بتخس اسرع؟ عشان في ناس دايما تقولك وشها خس قوي بس جسمي لا لسه. الخسسان بوهم ده نتيجه لدايت بيبقى شارب، وده بيبقى خطر جدا وبيبقى فتراته قليله. طبعا انا يفضل الواحد يخس على فتره طويله بنظام غذائي متوازن غني بالبروتين وبنسبه كارب قليله ومالتي فيتامين يبقى متوافر فيه فيتامينات. ايه اكتر الاماكن اللي بتنزل؟ بتختلف من الست للراجل، عند الرجال التشيست بينزل اكتر، ممكن الدراعات والكتاف، عند الستات العكس، الدراع علشان منطقه تكوين فاتس، ومنطقه الكور البطن، واحيانا بعض الستات على حسب جينيا منطقه الفخاد. طيب خليني اسالك حاجه، منطقه البطن والاكتاف اللي هي بتبقى من ورا دي، عشان دي بتبقى شغله كل البنات والستات، تمام، اقدر انزلها ازاي؟ ننزلها اولا نظام الغذائي رقم واحد، عدد سعرات حراريه، ايه الكالوريز ان وكالوريز اوت، الكالوريز ان وكالوريز اوت هو ده اللي بيحدد انا هخس قد ايه، ده رقم واحد. يبقى اول حاجه الدايت زي ما قلنا في الاول، تاني حاجه التدريبات، لو تدريبات موضعيه خاصه بمنطقه الشولدر بيبقى التدريبات الخاصه بالرفع الذراعين جانبا او اماما، تمام، بتكرارات، ده ممكن استخدم فيه دمبلز، ممكن استخدم فيه الاساتك بتكرارات عاليه او بتايم يعني ممكن سيتس وريبس وممكن تايم اكسرسايز. الحاجه الثانيه الخاصه بمنطقه ايه غير الشولدر، منطقه البطن، تدريبات البطن ما بتخسش البطن ما بتخسش بالتمرينات. التمرينات للبطن بتعمل تقويه للعضلات، ولكن خسان البطن عن طريق النظام الغذائي وتدريبات الكارديو. انا هلعب تدريبات بطن علشان اقوي العضلات، لما بطني بتنزل بيبدا يبان العضلات اللي انا اشتغلت عليها، وما تبقاش البطن بس، تبقى منطقه الكور كامله، يعني اللور باك والجنان. طب خليني اسالك سؤال دايما بيسال يعني ناس كتير بتساله، ايه هو فكره النظام الصيام المتقطع؟ الصيام المتقطع هو زي اي نظام، ولكن هو بيعتمد على الامتناع عن الاكل. الامتناع عن الاكل ده حضرتك مبني عليه فكره الانسولين. الانسولين هو الناقل الاساسي للمواد الغذائيه، هو المسؤول عن السكر في الدم. طول ما الانسولين منخفض، طول ما الانسولين منخفض الجسم بيستهلك سعراته الحراريه من الدهون المخزنه. تمام، ده الفكره اللي بتقوم عليه. التايم بتاعه بيتراوح من يعني 24 ساعه لحد 32 ساعه، ولكن الناس اللي هي بجينر ممكن تبدا فيه، ممكن تبدا ب 12 ساعه، يعني حضرتك انا ببقى نايم 8 ساعات وبضيف عليهم 4 ساعات. طبعا. بعد كده يمتد ل 16 ساعه وهكذا. هو بيعمل ايه في الجسم؟ حضرتك بيفيد الجسم في قص الانسولين، بيرفع تمثيل الجهاز الهرموني، يعني مثلا عندي في هرمون اللي هو الانسولين، في هرمون مقابل ليه اسمه الجلوكاجون. الجلوكاجون ده حضرتك هو زي الانسولين بيظبط موضوع السكر، لكن بيعمل حاجه مهمه جدا تاني، ان هو بيطلع المواد الغذائيه داخل الخليه لخارجها، يعني زي الاحماض الدهنيه من جوه الخليه. طبعا احنا عندنا الدهون بتبقى في شكل صلب، الشكل الصلب ده
عشان تحول لشكل سائل عشان اقدر اتخلص منها، وده مهم جدا. حضرتك تتابع نظام الصيام المتقطع، اول ما بتبقى اول ما الهرمون ده بينشط اثناء الصيام بس، لكن لو الانسولين مرتفع نتيجه للاكل اللي على طول المتكرر ده يعني مش هيتم. حضرتك من افضل انظمه الرجيم هو نظام الصيام المتقطع، وكمان هيوفر ميزه ان احنا هنقدر ناكل اللي احنا عايزينه، بس الفكره انت بتصوم في وقت محدد بس، صح؟ بالظبط. بس عايز اقول لسيادتك برضو ان انت بتشربي اي حاجه بدون اي سكر خالص وبتبقى محفزه. طيب خليني اسالك اخر سؤال معانا في فقرتنا، اتفضل يا فندم. هل ادويه التخسيس مفيده ولا لا؟ يعني قولا واحدا اللي هيحدد ده دكتور، هي غير مفيده. انا لا افضل الكيميكال، ولكن هو نظام غذائي، نظام غذائي. وتعرفي حضرتك هي مبنيه على ايه؟ ادويه التخسيس يا فندم هي يا اما بتسد شهيه بتشتغل على المخ، يا اما بتعمل عدم امتصاص لبعض الانواع، بتعمل عدم امتصاص للكربوهيدرات، وبعض الانواع بتعمل عدم امتصاص للدهون، ودي اخطر على فكره لانها بتمنع ان الجسم يستهلك بعض الفيتامينات المهمه زي فيتامين اي المسؤول عن العين، وفيتامين كي المسؤول لو انجرحت وحصل تجلط او كده. يعني احنا في حلقتنا او في نهايه فقرتنا خلينا نتبع اكتر الرجيم والدايت، دي احسن حاجه نقدر نوصل فيها الوزن المثالي. الدايت، ونفضل ان بالظبط يا فندم، ويفضل لو جربوا نظام الصيام المتقطع يقدروا يقراوا عنه ويشوفوه، صحي جدا مفيد جدا، وعلى فكره يخلينا شباب. ليه؟ لان الجسم بيقوم بتنظيف نفسه داخليا عن طريق التهام الخلايا الفاسده او المؤكسده او المعطوبه او نقول الملوثه. بشكر حضرتك جدا جدا كابتن ايهاب البحيري خبير اللياقه البدنيه وكمان الاجسام، شكرا لحضرتك جدا. ميرسي يا فندم. ستاتنا الحلوين لسه فقراتنا ما خلصتش، وفقرتنا الجايه فقره مهمه جدا جدا، لو يهمك ازاي تحافظي على نفسيتك وتكون نفسيتك مرتاحه، بعد الفاصل مع المذيعة الجميلة داليا روبي، استنونا. بتدور على مكان تدرس فيه إذاعة بس محتار من كتر الأماكن والإعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني أبسطها لك في ثلاث نقط. أنت أكيد عايز تدخل المجال ده عشان أولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي، وثالثا بقى وأخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها أي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعة لازم تختار المكان اللي هيحقق لك التلات حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنة بسيطة. الفرق بين 99 اف ام واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعة هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضرة، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من أي خوف أو توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا أقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الأرقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في أماكن تانية كتير، وده لأن التدريب العملي محتاج إنك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم أثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى أنت محاضرة مدتها ساعتين حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق؟ ده لو لحقهم اصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الاماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص انت بقيت مذيع. لا، في 99 اف ام كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم اذاعي كامل من 12 حلقة اذاعية على راديو 99 اف ام، وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في اطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 اف ام تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزه لك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك الثلاث نقط اللي اي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين؟ ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 اف ام هيساعدك تحقق حلمك في مجال الاذاعة.
معاكم من جديد وفكرة الجمال من برنامج حلوة حلاوة. خليني أرحب بضيفتي فكرة الجمال النهاردة، أخصائي العناية بالبشرة والشعر أستاذة رشا مجدي. أهلا بيكي جاكي. أهلا بيكي، نورتينا. ميرسي يا حبيبتي. خليني النهاردة يعني أغتنم الفرصة زي ما بيقولوا، مفيش حد فينا مش يعني مستوي من الحر والشمس. إزاي ممكن نحافظ على نضارة وترطيب بشرتنا رغم أضرار الحر والشمس الأيام دي؟ هو الفترة دي طبعا لما بيكون في حرارة قوية جدا بتنشف البشرة، بتجففها، فاحنا رقم واحد لازم نشرب مية كتير قوي. رقم اتنين لازم ننظف بشرتنا حلو قوي بمنظف مناسب. لازم نعرف نوع بشرتنا ايه عشان نقدر نختار لها المنظف بتاعها المناسب، سواء هي جافة او دهنية. لازم نختار مرطب مناسب برضو، وفي الغالب احنا في الصيف بنحب المرطبات السوفت اكتر عشان ما تلزقش وشنا قوي. الحاجتين دول لو اهتمينا بيهم، ان احنا نضفنا كويس ورطبنا كويس وشربنا مية كتير، هيفرق معانا قوي. طيب معنى كده افهم ان في روتين ممكن حضرتك تقوله لنا، بس يكون سهل قوي ان كل ست جميلة وعايزة تحافظ على جمالها تلتزم بيه. هو الروتين ان احنا قبل ما ننزل، دي اهم حاجة في الروتين، قبل ما ننزل في الحر لازم نعمل تلج على وشنا. التلج بيهدي جدا وبيعمل كلوز للمسام كويس، ما بيخليش المسام تمتص الشوائب والحاجات اللي في الجو فيتكون عندنا بلاك هيدز كتير. فدي اهم حاجة. تاني حاجة زي ما قلنا منظف مناسب ومرطب مناسب. طيب وبالنسبة للهالات السوداء يا أستاذة رشا، دي بقت مشكلة ملازمة مع كل واحدة فينا ومسببة لنا بصراحة حاجات بات كتيرة قوي. ايه نصايحك ليها؟ هو احنا لازم نعرف ايه سببها، هل هي عامل وراثي او هل هي نقص فيتامينز او هل هي جفاف حوالين منطقة العين؟ يعني هي اساسا ليها يعني اساسيات. لازم يعني نعرف سببها ايه عشان نقدر نعالجها. مش اي هالات سوداء، مش اي هالات سوداء بيكون علاجها واحد. مش اي يعني ما ينفعش انا وانتي وحد تاني يستخدم نفس الكريم او السيرم بتاع منطقه حوالين العين. لان هو مش هيناسب كلنا زي بعض، احنا لازم نروح لحد متخصص يقولك هي دي وراثه او نقص فيتامينز، او ممكن نعمل مثلا حوالين المنطقه دي تقشير بالاكسجين مثلا فتفتح معانا لما نشيل طبقه الجلد الميت. فاحنا نعرف سببها ايه الاول عشان نقدر نعالجها صح. ايه الجمال ده، احنا النهارده مش هنسيبك بصراحه. طيب اما بالنسبه بقى للمسام الواسعه في الوش، بتفضل مهما نحط ماسكات وكريمات، يعني البنانيس الصغيرين بقى والكلية والشغل، عايزين بقى ايه حاجة سريعة كده ليه؟ بصي، هو المسام الواسعة بقت ظاهرة منتشرة جدا دلوقتي. ايه سببها؟ ان احنا ما بنتعاملش صح مع بشرتنا. طيب المسام الواسعة دي هتقفل ازاي؟ لازم ننظف البشر الاول، لازم نروح نعمل تنظيف عميق علشان المسام دي جواها دهون. المسام جواها دهون. فاحنا مش هتقفل لما نشيل الدهون. يعني لما بنعمل يعني مش الماسكات بقى اللي بيقولوا عليها والحاجات دي. لازم اول مره نعمل تنظيف عميق. في هاند في جهاز الدرافيشيال مثلا بتمتص، بتسحب، بتعمل فاكيوم كده للمسام، بتمتص كل اللي فيها. بعد ما ننظفها كويس نحافظ عليها بقى بالتلج زي ما قلت لك. بالتلج. ونستخدم مرطبات سوفت في الصيف، بلاش حاجات اويلي قوي علشان ما تزودش الدهون معانا والمسام تفتح. طب بصي بقى، هو في سؤال يعني ملح مع الجميع دلوقتي. الصن بلوك ليه دور في الحفاظ على البشرة فعلا من ضرر الشمس، ولا في بدائل طبيعية ممكن تكون احسن؟ بصي، الصن بلوك نفسه هو كان حاجة جميلة قوي اخترعوها عشان تحمينا من الشمس، لكن مع الدراسات هو اثبت علميا ان هو مش بيعمل الدور بتاعه. هو بيقدر يحمي الجلد من الأشعة المهمة، يعني المفروض ان هو مثلا الأشعة اللي بتخترق وتعمل تصبغات او سمار ما بيقدرش عليها، لكن هو بيمنع الشمس انها تعمل تخليق لفيتامين د. احنا الشمس لما بتيجي عند طبقة الجلد الدهون اللي تحتها بيحصل ان احنا تزود لنا فيتامين د، عشان كده دايما بقولنا عضو في الشمس. هو بيمنع امتصاص فيتامين د، لكن مش بيمنع التصبغات، بالعكس هو ماده كيميائيه بتعمل تصبغات ومسام واسعه بعد كده. ده من ضمن اسباب المسام الواسعه، اضطرابات الغده الدرقيه والهرمونات، لان هو كل التركيب الكيميكال اللي فيه بتمتص في جسمنا وبتعمل مشاكل كتير قوي. فانا مش مع الصن بلوك خالص. البديل بتاعه هو ايه؟ ايوه، هو التوت البري. التوت البري وزيت العنب. التوت البري وزيت العنب، ده او ده، او ممكن الاثنين. التوت البري اخف شويه، العنب اويلي اكتر للبشره الجافه شويه. هو بيعمل ايه؟ هو فيه SPF 40%،
فهو كده كده خلاص هو بيحمينا من الشمس، زائد ايه ان هو بيفتح جدا، اي حاجه فيها توت بري بتفتح التصبغات وبتفتح البشره جدا. معلومه حلوه اهو، التوت البري. التوت البري ومضاد لاكسده البشره، يخلي وشك طول اليوم نادر مفيش اكسده. فطبعا لما نيجي نقارن، لا مش عايزين ماده كيميائيه، خلينا نروح للحاجات الطبيعيه اكتر، اللي هي التوت البري حاجه طبيعيه بتحمي من الشمس، بتفتح التصبغات، فيها فيتامين سي، بتعلي انتاج الكولاجين كمان. طيب ومشكله حب الشباب واللي دايما بنلعب فيها ونقعد كده بقى وتسيب اثار، يا ترى بقى ايه المشكله المترتبه عليها وازاي احمي وشي منها؟ طيب بصي، هو ازاي نحمي وشنا منها؟ ان احنا دايما ننظف بشرتنا كويس، وفي ناس هو جسمهم اصلا معرض لحب الشباب، مش كل الناس عندهم ده. المهم ان احنا نعالجها ازاي؟ في جلسات دلوقتي اسمها اكني بيل. اكني بيل دي ماده بنحطها على البشره بتحرق شويه، خلال اسبوعين بتكون منشفه كل الحبوب. لو انت حبوب عندك كتير قوي بعد اسبوعين بنكررها، فاحنا كده خلاص انتهت معانا مشاكل الحبوب. لكن المهم ان احنا لما يكون عندنا حبوب ما نعملش تنظيف بشره خالص، ممنوع عشان ما تنتشرش، ما نعملش سكراب يعني في البيت. الحبوب ممنوع نعمل في وقتها تنظيف للبشره بعد الاكني بيل، وبعد ما تنشف نبتدي ان احنا نعمل تنظيف بشره بعد كده، وما نلعبش فيها خالص علشان هتسيب سكار، وما ينفعش نسيبها ونهملها، لان كل مدى هتزيد اكتر فبتسيب سكار في البشره، الندبات دي بتروح بصعوبه بعد كده. تمام. طيب هل فعلا احنا شعرنا زي بشرتنا بيتاثر بالجو وبالصيف وبالحر وبالبسين؟ طبعا انت عارفه ان الاسئله دي دلوقتي وقتها، ودي فقره الجمال ومعانا استاذه رشا. طيب بصي، هو شعرنا لازم في الصيف نرطبه جدا. نرطبه بايه بقى؟ مش بالزيت. الزيت ده حاجه بنعمل بيها حمام زيت كل اسبوع، بنحطه على الجذور فقط مش على شعرنا نفسه، عشان يطول معانا، زي مثلا روز مالي، القرنفل، شويه زيوت كده معروفه بتطول الشعر. طيب تمام. شعرنا نفسه نعمل ايه؟ مرتين في الاسبوع نغسله، ونحط مع حمام الكريم، حمام كريم طبي بقى مش اي حاجه كده وخلاص، نحط معاها سيرم، معلقتين حمام كريم، معلقه سيرم. الحركه دي بترطب الشعر قوي، لما ندخل السيرم والشعر في الشعر وهو مبلول احسن كتير ما نحطه بعد ما ينشف. بنسيبه نص ساعه وبنشطف، بنلاقي شعرنا طري قوي. بعد كده وهو شعرنا لسه مبلول نحط حته سيرم صغيره. لو مشينا على ده شعرنا هيفضل طول الصيف حلو جدا. طيب طالما بدانا وقلنا عن الشعر، المشكله الثانيه بتاعت الشعر تساقط الشعر بقى تقريبا مشكله عامه او ظاهره عامه. شايفه ايه سببها؟ هو برضو تساقط الشعر زي الهالات. هو انت اول ما بتخشي لي ببص حوالين عينيكي وشعرك. لو انت فعلا عندك مشكله هنا وهنا، يبقى انت عندك نقص فيتامين. يبقى لازم نركز قوي، نعمل تحليل، تروح لحد متخصص يطلب لنا تحاليل نعملها، هيبان من التحليل ايه الفيتامينز اللي عندنا ناقص. مثلا فيتامين دي بيوقع الشعر. ده ناقصه ولا زيادته؟ الحديد ناقصه. ناقصه ما حدش عنده فيتامين دي للشعر. والفتره اللي فاتت من كتر ما بنحط سان بلوك اصلا ما كله عنده نقص فيتامين دي، لان احنا منعنا. فنقص فيتامين دي بيعمل تساقط. الحديد ناقصه بيعمل تساقط، فيتامين بي ناقصه بيعمل تساقط. فالحل ان احنا نعمل تحليل وناخد فيتامينز، وحمام الزيت اللي انا قلت لك عليه اللي هو روز ماري والقرنفل وخلاصه الثوم، الحاجات دي بتفرق جدا. اكيد لما نحطها مره في الاسبوع على الجذور بس 3 4 ساعات، بعدها نغسل نعمل حمام كريم، هنقدر نحافظ كده بالروتين ده على شعرنا طري طول فتره الصيف. يعني حضرتك شايفه ان احنا ممكن نرجع للمواد الطبيعيه طبعا، واستخدام الحاجات الطبيعيه اكتر من الكيميكال الاورجانيك؟ طبعا طبعا. الكيميكال طول الفتره اللي فاتت، الكيميكال يا جماعه هو ماده كيميائيه سعرها رخيص، بتتحط في المنتج علشان تديكي افكت واو تحسيه، لكن هو افكت وقتي. لكن اللي هيعالج معاكي وهيفرق فعلا هو الحاجات الطبيعيه. طبعا دي نصيحه بقى يعني طبعا. انا دايما اورجانيك. حتى عندي في المركز عندي كل حاجه عندي معظمها اورجانيك، ولا بعملها بايدي، لان هي اللي بتفرق قوي مع الناس فعلا. طيب يعني انا خايفه الوقت يعدي معاكي، وانا عايزه اخد اكتر معلومات منك. النصيحه اللي تقوليها لاي ست عشان تفضل حلوه ومحافظه كده على سنها في العشرينات طول العمر. طبعا هو رقم واحد تبقى حلوه من جوه الاول. الله. لما تبقى حلوه من جوه هيبان عليها قوي، ده رقم واحد. رقم اتنين، ناكل فاكهه كتير ونشرب ميه كتير. فاكهه ونقلل اكل بعد الساعه 6. بعد الساعه 6 بنجهد قوي جسمنا ومعدتنا في الهضم، فلا هو فاكهه وميه فيتامينز هنفضل حلوين على طول. في النهايه
مش عارفه اشكرك ازاي على كل المعلومات الحلوه ديت. شكرا استاذه رشا مجدي اخصائي العنايه بالبشره والشعر. هنروح بسرعه لفقره تانية كلها كلها صحه نفسيه علشان تكوني جميله بره وجوه. استنينا مع داليا الروبي والفقره الجايه. بتدور على مكان تدرس فيه إذاعة بس محتار من كتر الأماكن والإعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني أبسطها لك في ثلاث نقط. أنت أكيد عايز تدخل المجال ده عشان أولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي، وثالثا بقى وأخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها أي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعة لازم تختار المكان اللي هيحقق لك التلات حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنة بسيطة. الفرق بين 99 اف ام واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعة هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضرة، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من أي خوف أو توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا أقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الأرقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في أماكن تانية كتير، وده لأن التدريب العملي محتاج إنك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم أثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى أنت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم اصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الاماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص انت بقيت مذيع. لا، في 99 اف ام كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم اذاعي كامل من 12 حلقة اذاعية على راديو 99 اف ام، وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في اطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 اف ام تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزه لك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك الثلاث نقط اللي اي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين، ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 اف ام هيساعدك تحقق حلمك في مجال الاذاعة. اهلا ستاتنا الحلوين، واخر فقره من فقرات برنامج حلوه حلاوه. معظمنا بيحاول يهتم بجماله ومظهره ولياقته وشكله من بره، وبننسى دايما نهتم بنفسيتنا وشكلنا من جوه. لكن احنا في برنامجنا ما نستناش، لانك طول ما انت صافيه ومرتاحه من جوه هتبقي حلوه وجميله من بره. عشان كده برنامجنا مش بس حلوه، لا دي حلوه حلاوه. رحبوا معايا بدكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي دكتورة أميمة عبد الله. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بيكي يا داليا. أهلا بيكي يا دكتور. في البداية كده حابة أسأل حضرتك، هل الست فعلا أكتر من الراجل عرضة للحالات النفسية السيئة؟
هي طبعا بطبيعه الحال ان المراه يعني دايما بتاخد كل حاجه بشكل عاطفي وبتبقى عندها استرس اكتر من الراجل في كل حاجه بتحسب لها حسابات. يعني هو ما يعني مش ممكن نقول الرجاله بتكبر دماغها شويه من حاجات كتير انما الست هتلاقيها غير الراجل. يعني ممكن تبقى قاعده في مكان زي كده تبقى واخده بالها مثلا ابنها لو هيلعب في فيشه في مش عارفه ايه خلي بالك من كذا الطبق ده مش عارفه ايه البنت دي بتبقى كده انما الراجل هتلاقي عليها مسؤوليات هو السيكولوجيه السيكولوجيه بتاعت الراجل طبيعي هو بيحب يركز في حاجه واحده بس انما المراه بطبيعتها والطبيعه الربانيه بتاعتها سيكولوجيتها هي كده تعمل اكتر من حاجه في بالظبط بتركز في كذا حاجه في نفس فعشان كده بتبقى طبعا عرضه اكيد يعني بتبقى يعني للضغوط النفسيه اكتر. طب راي حضرتك ايه في الترند اللي بيقول ان اي حاله نفسيه بتمر بيها الست دي حاجه مش مهمه عشان دي شويه هرمونات وهيروحوا لحالهم؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. ازاي يعني ده هي يعني المراه او الام ما خلينا نقول الام لان هي بتبقى الام لو هي طاقتها او صحتها النفسيه سويه وسليمه اكيد يعني ده هيبقى الناتج على الاولاد وعلى الاسره. لو هي حتى لو تلاحظي ان اي خليكي انت مثلا بترجعي من شغلك في حاجه مضايقاكي او كده لما بيجي حد يكلمك مش بتبقي في نفس المود اللي هو لما بتكوني ريلاكس وتبقي يعني اللي عندك يعني عندك طاقه تتكلمي وعندك استيعاب تقدري تستوعبي اللي يتكلم قدامك. صح. طب ازاي يا دكتور اقدر اخلي الست بقى تهتم بصحتها النفسيه؟ بصي هقول لك حاجه يا داليا عايزه اقول لاي مراه ان هي تحب نفسها ما اعرفش لو حد سمعني ما يسمعش ويفتكر ان دي انانيه. حبي نفسك. لو ما حبيتيش نفسك ما حدش هيحبك صدقيني صدقيني. ليه؟ بمعنى ان هي تحب نفسها ان هي ايه ما تحرمش نفسها من يعني مثلا في كلنا عارفين ان الام عطاء وكل حاجه لكن ان هي مثلا تبقى تيجي على نفسها تيجي على نفسها تيجي على نفسها. بيحصل ان احنا بيجي لنا عندنا في العيادات الاستشارات النفسيه ان المراه بيكون ليها 25 سنه زواج ومستحمله وراضيه وكل حاجه بس ده كان على حساب ايه؟ على حساب صحتها وكانت ما كانتش بتشتكي. لما تيجي مثلا تقول انا زهقت انا طهقت بتبص تلاقي الزوج والاولاد يقولوا لها ايه ايه ده ايه يا ماما احنا اول مره نشوفك متغيره ايه الحكايه ما انت طول عمرك مستحمله. يعني ايه طول عمري مستحمله؟ انت لو جبتي حاجه جماد زي كده ما كانتش بتشتكي كانت طول الوقت انها تمام يعني انا لو حتى مش هنقول لك انسان لحم ودم لو جبتي حاجه جماد زي كده وطول عمرك بتحملي عليها وتقولي ما هي بتستحمل رجلها اتعملت شويه لا ما هي بتستحمل عشان ما اتكسرتش قدامك فانت عماله تحملي عليها. لكن لازم الام او المراه بمعنى بصفه عامه تعبر عن اي شيء بيضايقها عشان تحافظ على صحتها النفسيه. طبعا هو في كلام عايز اقول لك كتير في يعني عايز اقول لك يعني عايز مثلا ولا كبير ولا 10 كتير 15 حلقه. عايزين نقول للستات بقى اهميه صحتهم النفسيه وتاثيرها على الصحه الجسديه. بصي سؤال جميل يا دالي اشكرك عليه. هو طبعا في عندنا في علم النفس في اضطرابات اسمها او امراض اسمها السايكوسوماتيك. يعني ايه السايكوسوماتيك؟ بتبقى امراض نفس جسديه بيبقى منشاها نفسي ولكنها لما تيجي تكشف عند طبيب بشري مثلا من صداع نصفي من قولون من معده من حاجات لا انت سليمه عضويا انت سليمه جسديا سليمه ولكن دوري. يعني الدكتور الشاطر بتبص تلاقيه ايه مش بيصرف دواء وخلاص الطبيب يعني البشري انما يقول لها لا دوري على السبب النفسي. واغلب الامراض او اي حد مثلا تعبان يروح لاي دكتور يقول له لا ممكن يبقى في عامل نفسي اكبر. بالظبط كده ان اصلي النفسي بني ادم على فكره هي خلي بالك هي نفسيتنا. طب خلي واحد يدخل امتحان وهو شاطر جدا ومتوتر وكان متنكد قبلها او حصل شويه حاجات مثلا في السكه وهو رايح الامتحان بتبص تلاقي تركيزه ايه؟ تركيزه قل. هو هل هو عضويا في حاجه؟ ما فيهوش حاجه لكن اللي تاثر ايه؟ مجرد توتر ونفسيه مش حلوه تاثرت عليه. فاثرت على اهتموا بنفسيتكم يا جماعه عشان صحتكم تبقى حلوه. اكيد اكيد طبعا. طيب ايه الخطوات تنصحي الستات كده ايه الخطوات اللي ممكن يعملوها في يومهم علشان يحسنوا من نفسيتهم؟ يعني كروتين ممكن روتين حلو كده للست تمشي عليه كل يوم. هقول لك على حاجه جميله جدا. يعني برغم ان انا دكتوره صحه نفسيه اعوذ بالله من كلمه انا لكن كنت بتكلم مع واحده صديقتي او زميلتي في العمل فكنت بتكلم على شويه حاجات كده مشاغل والولاد وبتاع فبتقول لي يعني انا بشكرها على الهوا يعني فبتقول لي لازم يبقى لك حته في حياتك يعني انا ما بسمعكيش بتقولي انا مثلا عندي اصحاب بروح بسافر معاهم بعمل اكتيفيتي معاهم كذا ازاي ما
خليتني استوقفني هذا الكلام، خليتني فعلا اقعد مع نفسي افكر هو انا ليه ما عنديش يعني حاجه خاصه بيا بعيدا عن الولاد. احنا طبعا ولادنا في قلوبنا وفي عينينا وكل حاجه، ولكن بنصح كل مرأة ان يبقى ليها الجزء او الحته الخاصه بتاعتها اللي هو ايه. اكيد ما فيش حد مننا ما عندوش اصدقاء مثلا، صديقات دراسه او زملاء عمل، الوقت اللي هو ليها بتحس ان هي يعني بتبقى فري، بتبقى كده لوحدها، بتعمل زي ما تكون بتعمل ريفرش لحياتها كده، بتضحك بقى تعمل المسؤوليات شويه شويه مع صحابها. في البيت بقى تعمل ايه لو هي مثلا خلي دي مثلا خلي دي كل فتره الجزء بتاع مع صحباتي او كده، انما في البيت اللي هو يبقى ليا بلان ان انا بعمل مثلا بروح الشغل من كذا لكذا، برجع مثلا اعمل الاكل الولاد وهكذا وهكذا، فين بقى انا من اليوم. فالهو ده يبقى شيء يعني يبقى كده حاجه اساسيه في حياتي وليس رفاهيه، ولازم اعود اللي حواليا ان انا ليا يا جماعه مساحتي الخاصه، ليا مساحتي وليا مثلا في ال 24 ساعه يا رب تكون ساعه واحده بعمل فيها حاجه انا بحبها، سيبوني انا يعني مش سيبوني اللي هو عشان اقدر يبقى عندي يعني ان اعمل كده بس نصايح للست علشان تهتم بصحتها النفسيه، ان اقدر ادي يعني اخصص وقت لنفسها بالظبط كده. ان اصل الانسان لما يقعد يدي 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 بس هيجي يوم اساسا هيزهق هيمل. معلش هي العطاء حلو ما فيش كلام يعني طبعا كلنا، لكن برضو اللي انا عايزه زي ما بدي اخد ايه، اخد حنائي يعني. حلو لما مثلا الولاد لما يقولوا لمامتهم ايه، لا يا ماما اتفسحي وروحي من حقك شوفي ايه مثلا كذا يعني ايه. برضو الموجودين في البيت ليهم تاثير في الموضوع ده. طبعا لا وهي هي بقى يعني من الحاجات المفروض تعملها كل يوم هي تخصص وقت لنفسها وتعمل فيه قراءه مثلا، بتحب تشوف افلام ابيض واسود يعني تشوف اللي بتحبه بتشرب القهوه مثلا في مثلا في مكان كده مفتوح فيه هواء طلق، بتحب تمارس مثلا الرياضه، بتروح مثلا عامله مشتركه في جيم، لازم يبقى لها اكتيفيتي خاص بيها. طيب امتى بقى الست تحس انها محتاجه تروح لمتخصص نفسي؟ والله بصي هي محتاجه ان هي تروح لمتخصص نفسي بقى دي في حاله ان هي وصلت لمرحله ان مثلا قعدت مع ناس قريبين منها او هي مش عارفه نفسها عايزه ايه. احيانا بتبقى مثلا البيشنت بتجيلنا زي ما بتقولي كده بتقول انا متضايقه بس مش عارفه ايه اللي مضايقني، وصلت يعني وصلت لمرحله في تراكمات مثلا نفسيه، في حاجات يعني حصلت مخليها مش عارفه تشتكي ايه ولا ايه ولا ايه، تروح لمتخصص نفسي. طيب في النهايه بقى عايزين نصايح بسيطه كده عشان نخرج من المود السيء، ازاي الست تخرج من المود ليه بتمر بيه. يعني لو حاجه هتضايقني انا ممكن اقول لها اسالها سؤال، انا بسال كده البيشنت لما بتجي لي بقول لها ايه، طيب الحاجه دي لو انت فكرتي وعيطتي وعملتي حاجات كتير قوي عشان خاطر الحاجه اللي انت زعلانه عليها دي، هل ده هيصلح من الحاجه دي؟ لا. هتقول لي لا اكيد لا. طيب احنا يعني لما هي الاجابه لا، طب هو يعني احنا صحتنا دي هي مثلا دي اكيد دي امانه يعني احنا كل انسان جسده وصحته ونفسه، بتنصحيها تعمل ايه؟ بنصحها طبعا زي ما قلت لك كده ان هي اولا تبعد عن مثلا المكان اللي بيبقى بيفكرها او يعني بيخليها بيفكر في اي عامل خارجي ممكن العامل تبعد عن الحديث في هذا الموضوع اصلا، تبعد عن الصحبه اللي هي دايما بتدي طاقه سلبيه اللي هو دايما تملي بتشتكي حاجات مش كويسه بتوصلها لمرحله ان هي بتشيل. خلي بالك الانسان بيتاثر يعني اللي انت لو دخلتي زي ما بتروحي تدخلي مثلا مسرحيه بتطلعي بتتحكم لوحدك صح يعني فاهمه ازاي؟ يا دكتور وفي نهايه حلقتنا انا بشكر الدكتوره اميمه عبد الله دكتوره الصحه النفسيه والارشاد النفسي، شكرا جدا لحضرتك شكرا لوجودك معايا دكتور وبشكر حضراتكم على متابعه برنامجنا حلوه حلاوه، وعلى وعد ان شاء الله بحلقات تانية كتير كل يوم جمعه الساعه 4 العصر مع خبراء ومتخصصين كلهم عشان تكوني دايما حلوه حلاوه. بتدور على مكان تدرس فيه اذاعه بس محتار من كتر الاماكن والاعلانات والوعود اللي مش عارف تقارن بينهم؟ والله عندك حق، الموضوع بقى صعب جدا فعلا، بس خليني ابسطها لك في ثلاث نقط.
انت اكيد عايز تدخل المجال ده عشان اولا تثبت موهبتك وتوصل رسالتك، وثانيا تكسب ماديا من ورا الموهبة دي، وثالثا بقى واخيرا تحقق الشهرة اللي بيحتاجها اي مذيع. عشان كده وانت بتقارن بين الاماكن اللي بتقدم تدريب في الاذاعة لازم تختار المكان اللي هيحقق لك التلات حاجات دول مع بعض. اسمح لي اعمل لك مقارنة بسيطة. الفرق بين 99 اف ام واي مكان تاني بيدي كورسات في الاذاعة هو اننا اولا بندربك بشكل عملي بالكامل من اول محاضرة، وبنخليك تواجه كل الاختبارات اللي ممكن تتحط فيها اثناء عملك بعد كده عشان تكون قادر تتخطى اي خطأ ممكن تقع فيه وتتخلص من اي خوف او توتر، وكمان تكسب ثقة في نفسك وفي قدراتك. المجموعة عندنا اقصاها 4 متدربين بس، مش 7 ولا 10 ولا الارقام اللي بنشوفها وبنسمع عنها في اماكن تانية كتير، وده لان التدريب العملي محتاج انك تاخد وقتك بشكل كافي عشان تتعلم اثناء المحاضرة اللي وقتها من الطبيعي بيتقسم على عدد الحاضرين. فتخيل بقى انت محاضرة مدتها 2 ساعة حاضرها 10 متدربين مثلا، كل واحد هيعمل ايه في 6 أو 7 دقايق ده لو لحقهم اصلا. بعد التدريب مش بنعمل زي الاماكن التانية وبنقول لك تعالى سجل كام حلقة في كام دقيقة وخد لك شهادة وكده خلاص انت بقيت مذيع. لا، في 99 اف ام كل متدرب بعد ما بيخلص تدريبه بنتعاقد معاه بعقد قانوني بعوائد مادية لتقديم موسم اذاعي كامل من 12 حلقة اذاعية على راديو 99 اف ام، وده حقك الطبيعي عشان تمارس اللي درسته في اطار خطة برامج احترافية تليق بيك كمذيع وبالمكان اللي هتشتغل فيه، وعشان تضمن ان مجهودك ما يروحش بدون مقابل بتحصل على شهادة خبرة في فترة عملك في راديو 99 اف ام تقدر تقدمها مع سيفي الحلقات اللي هنجهزه لك لأي مسابقة في الإذاعات الكبرى. بنعمل لك دعاية كبيرة على كل وسائل التواصل الاجتماعي طول فترة تدريبك وخلال إذاعة برنامجك عشان تكسب جمهور واسمك يتعرف وصوتك يتسمع. وبكده احنا حققنا لك التلات نقط اللي أي حد مهتم بالمجال بيدور عليهم. ها يا ترى لسه محتار ومش عارف تختار مين، ولا المقارنة دلوقتي بقت واضحة؟ راديو 99 اف ام هيساعدك تحقق حلمك في مجال الإذاعة.